السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب، وما ربك بظلام للعبيد، ربنا بيمهل ولا يهمل. النهاردة كانت أول جلسة للمتهم إسلام طرطور صاحب قضية سلمى بهجت فتاة الشرقية. طبعا عرفنا الحكاية كلها والكل قلق من أحكام القضاء، لكن مفيش اعتراض على أحكام القضاء. اليوم أسدل الستار عن قضية إسلام طرطور، هي يمكن الواقعة الثانية اللي كانت بتشبه نسخة بالكربون قضية محمد عادل ونيرة أشرف، لكن القاضي في المرة دي حول إسلام لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية علشان ما يكونش حق الدفاع ليه الحق إنه يطالب بتحويل المتهم بعد كده. الكل قلق والكل خاف يكون في تهاون في الأحكام، لكن القاضي الواعي حول القضية علشان تبقى مستوفية وتبقى جاهزة للحكم. يا سادة، يمكن أهل المجني عليه سلمى بهجت كله قلق وقال مبروك لإسلام، احنا مش عايزين حاجة من مصر، احنا مش عايزين حاجة من القضاء. لكن بعد يمكن مكوس وحجز إسلام أكتر من 40 يوم كانت النهاردة أول الجلسات. الجلسة بتاعت النهاردة اتحكم عليه بالإعدام علشان يكون عبرة لمن لا يعتبر، والحكم ده مش بعيد على محمد عادل. يعني ايه الحكم اصبح بات؟ لا، ده ليه حق النقض كمان زي محمد عادل. لكن الغريب ان المتهم اعترف، والدفاع النهاردة يعني ما بدأش او ما قدرش انه يحارب لانه معترف ان المتهم بتاعه او الموكل بتاعه ارتكب الجرم. هنعرض لحضراتكم ايه اللي حصل في اول جلسات محاكمة اسلام طرطور وسلمى بهجت بنت الشرقية. يلا بينا نشوف الكواليس اللي دارت في جلسة اليوم، لكن ما تنسوناش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس كمان. متابعينا الكرام، معاكم من محيط محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بعد النطق بالحكم على قاتل سلمى بهجت. معانا الأستاذ عادل عفيفي نقيب محامين الشرقية، النهاردة هيتكلم عن تفاصيل الحكم بالإعدام على قاتل سلمى بهجت. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. لا لا لا. المحكمة بجلسة اليوم كانت الدعوة محفوظة للحكم، وقضت المحكمة بجلسة اليوم بإعدام المتهم شرحا وحجز الدعوة المدنية للدائرة المدنية المختصة. يبقى في حاجة إلا الطعن بالنقض أمام المتهم، فالحكم عادل وزي ما قلنا قبل كده قضاء مصر شامل، والحمد لله إن البنت وأهلها رجع لهم حقهم بالإعدام شرط. إيه؟ أوعى تركب لحدي؟ النهارده يعني ما كانش فيه مرافعات خالص. لا لا لا، نطق الحكم، لا نطق بالحكم فقط لا غير. ارفع العيب بتاع العربيه اللي دبيب يا ابني. يلا معانا سلم عنك. عايز حاجه يا سيد؟ متابعينا الكرام، وصلنا معاكم من امام. عليكم ايه بقى عن الحكم النهارده كده؟ عايزين كلمه للقضاء. حكم عادل، حكم عادل، وهو الحكم الذي اسلج صدورنا جميعا، الحكم الذي اسلج صدور اهل المجني عليا واسلج صدور الجميع. نطقت محكمه جنايات الزقازيق باعدام المتهم اسلام فتحي بالاعدام شنقن. يا جدع اهدى الضوء. بس وادي كل احنا عايزينه الحمد لله رب العالمين. ما زلنا معاكم في محيط محكمه جنوب الزقازيق الابتدائيه، بتحديد محكمه جنايات الزقازيق اللي أصدرت النهاردة حكمها المتقدم بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة سلمى بهجت ضحية زميلها طالب إسلام. هو الحمد لله القضاء عادل وصدر الحكم بإعدامه شنقا، ودي طبعا عدالة السماء، ولسه إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى دمها مش هيروح هدر أبدا عند الله سبحانه وتعالى، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. وهنا الحمد لله المحكمه انزلت حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الظالم الذي ظلم هذه المجنة عليها، وادعو الله عز وجل ان يتقبلها في فسيح جناته وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، لان هذا قضاء الله وقدره في البدايه والنهايه قضاء الله وقدره، ولا بد ان ينفذ قضاء الله اينما كان، والعداله قالت كلمتها وانتهى الامر،
اصبح امرها موكول الى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله هي مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا يرحمها. قضاء الله وقدره نفس والحمد لله. حضرتك تقرب لسلمى؟ نعم. حضرتك لا والله. لكن انا شايفه حضرتك مع عمها. انا متعاطف معاهم. بس انا استاذ العوضي ومحامي ومتعاطف معاهم ومع الساده النقيب المحامين للشرقيه، لان احنا حاضرين كلنا مع سلمى واهل سلمى. نشكر حضرتك. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. وقضاءنا قضاء عادل الحمد لله. اكيد. والبنت خدت حقها. هو خد جميع حقوقه القانونيه، احالته المحكمه الى الطب الشرعي وحالته الى مستشفى الامراض العقليه، والتكرير جه سليم 100%، والحمد لله سينفذ حكم الله فيه. بالنسبه للنقد لا النقد هيأيد بفضل الله، لان رئيس المحكمه هنا ما مفيش ثغره خالص في القضيه، مفيش اي ثغره بامر الله، مفيش اي ثغره في القضيه. شكرا. وربنا هيحيي خير ان شاء الله. ان شاء الله. وانا اشكركم جميعا. ما زلنا معاكم متابعينا الكرام من محيط محكمه جنوب الزقازيق الابتدائيه، بنتابع تفاصيل ما بعد النطق بالحكم على قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية كما عرفت إعلاميا، والتي لقيت مصرعها في شهر أغسطس الماضي على يد زميلها مدعي حبها والذي طلب يدها للزواج، ولكن هي رفضت وأسرتها رفضت، فكان جزائها الظلم والغدر، قتلها غدر هنا في نفس المكان اللي شهد جريمة القتل في محيط محكمة جنوب الزقازيق. تكلمنا عن التفاصيل من واقع اوراق القضيه، لسه هكلمك عن ما زلنا معاكم في محيط محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بعد النطق بالحكم على قاتل سلمى بهجت. الحمد لله. العزاء بعد ان شاء الله بعد الاعدام. بعد الاعدام. ان شاء الله. طيب كنتم متوقعين حكم الاعدام؟ لان احنا واثقين في العدالة، في النيابة واثقين في العدالة. ان هي هتجيب لنا حقنا والحمد لله. الحمد لله. استاذ سعيد مساء الخير. انا دلوقتي جاي ابارك لك، بقى اقول لك الف مبروك. عايز اعرف رد فعلك ايه بعد النطق بالحكم؟ الحمد لله. طبعا احنا معانا استاذ سعيد عم سلمى. طب ممكن نرجع هنا؟ اتفضل يا استاذ سعيد. الحمد لله. قول لي بقى احساسك ايه بعد النطق بالحكم النهارده؟ بس مش هرتاح لما تعدي. ما خلاص احنا كده صدر الحكم. معلش. ولا انت لما اشوفه بعيني. لما تشوف التنفيذ. كان معانا عم سلمى بهجت دلوقتي، ده رد فعله بعد الحكم، بيقول مش هرتاح غير لما الولد يتعدم. يعني بالنسبه له ده انتصار طبعا بعد مقتل بنت اخوه، البنت الشابه اللي ملهاش ذنب في اي حاجه ولقت مصرعها قتلا على يد من ادعى يوما ان هو بيحبها، طلبها للزواج ورفضته فقتلها. طبعا يعني مهما كان حكم الاعدام هيسلك صدورهم، الا انهم في نفس الوقت يعني لسه برضو مجروحين، وربنا يصبرهم على فراق بنتهم وبالطريقه البشعه ماتت مغدوره على يد من لا يعرف الحب، ان هو ادعى حبها لكن هو لا يعرف الانسانيه ولا الحب. رحمه الله على سلمى بهجت. طبعا زي ما نقلنا لحضراتكم ومزلنا معاكم في محيط محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.
هنا طبعا تجمعات المحامين والصحفيين بيتابعوا يعني بياخدوا كلمات من وردود افعال محامين والمواطنين ايضا. كل الناس هنا متعاطفه طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وكلنا طبعا متعاطفين مع سلمى ونيره وكل البنات اللي ماتت مغدوره رحمة الله على سلمى ونيرة وكل البنات اللي لقوا مصرعهم على يد شباب ادعوا ان هم بيحبوهم وفي نفس الوقت طلبوهم للجواز فرفضوا، فكان مصيرهم القتل بالطريقة البشعة اللي شفتوها. والنهاردة قضائنا العادل أصدر حكمه بالإعدام شنقا على قاتل سلمى بحكت. نشكركم متابعينا على حسن المتابعة، كنا معاكم من محيط محكمة جنوب الزقازيق وصبنا ليكم آخر تفاصيل الحكم الصادر وهو الإعدام شنقا لقاتل سلمى بحكت زي ما حضراتكم شايفين طبعا، لأن دي قضية رأي عام فالجميع هنا متركز أمام المحكمة لمتابعة تفاصيل القضية وتفاصيل الحكم على الجانب. طبعا بالنسبة للنقد، النقد هي ان شاء الله يعني زي ما قال المحامي هو بيقول انه الحكم بالاعدام. احنا كلنا طبعا يعني مؤيدين الحكم لان البنت اتقتلت غدر ومفيش اي دافع او حتى المرض النفسي ان هو يدفعه لده. وطبعا كل الجهات المختصه واللجان المختصه اللي اشرفت على وضعه الطبي اكدت انه لا يعاني من